يقول: إني أبيع وأشتري في السيارات بالتقسيط، وعندي أكثر من 70 زبون يشترون بالتقسيط لمدة 3 سنوات، وبعضهم يقوم بتأخير القسط شهريا، فأقوم وأشتكي وآخذ استحقاقي من، فهل علي خطأ في شكواي لهم؟ لا خطأ عليك إذا أنت تطالب بحقك، إلا إذا كان معشرا، فالمعشر ينظر، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إذا كان موسرا وإنما أخر القضاء من باب المماطلة، فيجوز لك شكايته وطلب حقك منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم أحل عرضه وعقوبته، والواجد هو الغني الذي يستطيع السداد. نعم.